السلام عليكم. أيوه المقدم أدهم ساكن هنا؟ آه. أنتي أخته؟ أنا بنت خاله. تفضلوا. أقوله مين؟ مليحة. مليحة والست ألطف، هو بيعرفنا. طب تفضلوا تفضلوا. مين يا إيناس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. إحنا أصدقاء من فلسطين. يا أهلاً وسهلاً. أنا مامة أدهم. ما تأخذونا، جيناكم من غير موعد، بس حبينا نطمن على صحة المقدم أدهم ونشكره على وقفته معنا. أنا مرت خاله. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. كيفك؟ الحمد لله. ألف الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. تعبتوا نفسكم. طب اتفضلوا اتفضلوا. أهلاً وسهلاً. شكراً. عرفهم منين دول؟ بقولك ايه؟ مين دول؟ معرفة آدم من السلوم، جايين يطمنوا عليه. سلوم؟ هم اتعرفوا عليه هناك، بس هم في الأصل فلسطينيين. أنا قلت كده برضو عشان لهجتهم. خلينا في اللي احنا فيه بقى دلوقتي. هنلبس ايه بكرة عشان خطيبتنا بقى وكده؟ بس ارجع ورا. هنلبس زي اي اتنين بيلبسوا في مناسبة زي دي. اوعى تقولي نلبس بجمال. عيب عليك. عيب. اه هتيجي ننزل دلوقتي نجيب لي بدلة واجيب لك فستان ولا اي حاجة. ماشي. ده كده كده هتدفع. ماشي ماشي. يلا استني. هاتي دول. يلا قوم. دول يا ماما الجماعة الفلسطينيين اللي حكيت لحضرتك عليهم. آه يا حبيبي. الباقية في حياتكم. أدهم حكالي اللي حصل لكم في سلوم وفي ليبيا. تعيشي يا أم أدهم. الحقيقة لولا المقدم أدهم كنا صرنا في خبر كان. لما طلع الانفجار كنا قريبين، قصدي كنا قريبين، ولولا أدهم أبعدنا كنا في عداد الأموات. انفجار؟ آه. هو أنت مش قلتلي إنك أنت كنت بعيد؟ اني دي شازية صغيرة؟ جرى يا ست ألطاف، الحاجات دي ما تتقالش قدام ست الكل. خليكي محضر خير. غريبة بس انك خايف من ردة فعلها اكتر من الموت. لا الموت نفسه هون، بس زعل ست الكل ما يهونش. اي حاجة تهون غير ان انا اقلقها. عزابك معايا بعدين. وانتو من اي حتة بقى في فلسطين؟ احنا يا ست نوال من الضفة، وان شاء الله قريبا رح نرجع على القطاع بس يسلمونا الباسبورات من السفارة ان شاء الله. هو انتو لسه ما خلصتوش ورقكم؟ لا لسه بدهم وقت. ايه يا نوسة؟ مش تشوفي الضيوف عايزين ايه؟ انا اسفة، تحبوا تشربوا حاجة؟ تشربوا حاجة؟ ده اللي علمتهولك برضو؟ ما يتغدوا معانا ان شاء الله. لا لا مفيش داعي. هو ايه اللي مفيش داعي؟ انت بتقولي ايه بس؟ انت في بيت الشاعر لازم يتعمل معاك احلى وجه. تحبي اساعدك في اشي؟ لا مرسي شكرا. على فكرة انا بعرف اطبخ، خليني اساعدك. طب لو كده ممكن تسوقي الشاي لأدهم؟ عندك شاحن تليفون؟ اه عندي كذا واحد بره، لما نطلع هجيبهولك ونشوف اني واحد هينفع. لا خلاص تمام انا هطلعه. لا انا هطلعها لأدهم مش مشكله. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.